القلب وروحه مصري والنيل جواه بيسري تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوا دمه من قلبه وروحه مصري والنيل جواه بيسري من قلبه وروحه مصري والنيل جواه بيسري من قلبه وروحه مصري والنيل جواه بيسري أصحابه كتير كتير قدوا قدهم طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم أصحابه كتير كتير قدوا قدهم طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم وموسيقى نشيد بلادي بتجري في دمهم من قلبه وروحه مصري والنيل جوا تمرين أول والتاني والسؤال في عنينا تاني يا بلاد أنا أنت حبك وأطول النخل وأقدر تمرين أول والتاني والسؤال في عنينا تاني يا بلاد أنا أنت حبك وأطول النخل وأقدر وأطف من ورد تشكى وعامل لك عقد مرمر والنيل جواه بيسري تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوا دمه من قلبه وروحه مصري والنيل جواه بيسري يا بلاد أنا أنت عبر وأطول النخل وأقدر يا بلاد أنا أنت عبر وأطول النخل وأقدر الفضاء يا ولاد عامل زي البحر بحر كبير بتسبح فيه نجوم وكواكب وأقمار وأجسام صخرية وغازية طب وما بتخبطش في بعضيها ازاي بقى يا أستاذ؟ علشان فيه نظام يا حسونة الكون كله ماشي بنظام الأقمار بتدور حوالين الكواكب والكواكب بتدور حوالين النجوم وكل دول بيبقوا مجموعين في حاجة كبيرة قوي اسمها المجرة يعني ايه مجرة؟ المجرة دي همام تجمع ضخم لمليارات النجوم والكواكب مليارات؟ أمال احنا ما بنشوفهمش ليه؟ علشان بيبقوا بعيد عننا جدا جدا يا فارس والشمس مش نجم يا أستاذ ما هي قريبة هي طبعا يا بكار الشمس هي واحدة من النجوم بس المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر لكن أقرب نجم لينا من اللي بنشوفهم بالليل المسافة بينه وبين الأرض أكتر من 10 مليون مليون كيلومتر مليون مليون بس يا رشيدة اقعدي هادية شوية لو الصينية دي وجعت بكر حيزعل قوي هو اللي طلب اعمله الكيكه دي عشان ياكلها مع اصحابه ومعاها شويه عصير يرضيكي بعد ما تعبت وعملتهم توجعيهم وتبقي انتي السبب في زعلي وزعل بكر ميري 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 شاطره يا رشيده انا بحبك عشان بتسمعي الكلام خلاص يا امي الكيكه والعصير جاهزين اتفضل يا بكر شكراً يا أم ريحة الكيكة حلوة قوي بكار هو أنت وأصحابك مش بتخشوا تقعدوا هنا ليه؟ إحنا بنعمل حاجة مهمة قوي ما ينفعش نعملها في البيت لازم نكون باصين للسما حاجة إيه دي يا بكار؟ بنتأمل في الكون ها؟ تتأملوا في الكون؟
أنا عمري ما كنت أتخيل إن النجوم دي بعيدة قوي كده. شوفوا بقى، أنا لما كنت صغير، لما كنت صغير كنت بطلع فوق الشجرة اللي جنب البيت وأنا معايا كيس، وكنت بحاول يعني ألم شوية نجوم في الكيس ده. أنا برضو كنت فاكرها قريبة، بس مش للدرجة دي يا حسونة. هو مش الأستاذ قال لنا إن الشمس دي نجم؟ أيوة، والأرض كوكب بتدور حوالين الشمس مع كواكب تانية. يعني تفتكروا النجوم البعيدة دي في كواكب تانية زي الأرض بتدور حواليها؟ يمكن، ويمكن يكون في كوكب فيهم زي الأرض وعايش عليه ناس وبيفكروا في نفس الفكرة اللي بنفكر فيها. بتذاكرش ليه؟ ذاكرت وخلصت يا ماما. طب تعالى لما راجع معاك. ما هو أهم كوكب موجود في الكون؟ الكوكب الأبيض اللي احنا عايشين عليه. ماذا يحدث لو وجدنا كواكب أخرى تعيش عليها كائنات مختلفة عنا؟ تصبح هذه الكواكب تابعة لحكم الكوكب الأبيض. مين اللي بيحكم الكوكب الأبيض؟ مارو ابن عمي. هتكتب في الامتحان ابن عمي؟ لا طبعا، بس مش دي الحقيقة. ومالك زعلان كده؟ أصلي مش عارف ليه ابن عمي يبقى هو الحاكم. ايه الحاجة اللي عملها تخليه يستاهل المنصب ده؟ دي قوانين الكوكب، اللي يقدر يوصل بالمركبة الفضائية بتاعته لأبعد مكان عن الكوكب يبقى شاف حاجات أكتر بكتير من باقي سكان الكوكب، ويبقى هو اللي يقدر يحكمنا. خلاص، محدش بقى مسموح له يركب مركبته الفضائية من يوم ما مارو مسك الحكم. الظاهر خايف حد يوصل أبعد منه ويحكم مكانه. مش ممنوع ولا حاجة، شكلك ما ذاكرتش كويس. في يوم في السنة مسموح فيه لأهل الكوكب يسافروا برا الكوكب. عارف، بكرة يوم الاحتفال بوصول مارو للحكم. بس كمان مارو حط قانون تاني، إن كل المركبات اللي موجودة في الكوكب تشارك في الاحتفال. يعني لو حبيت أسافر وقتها بقى خالفت القانون. ذكائك ده يا أوز يا حبيبي ممكن يأذيك. انت عارف ان مارو حاطط قوانين كتير وبيعاقب اللي يخالفها بشدة. قوانين ظالمة، بس انا لازم الاقي طريقة عشان اسافر برا الكوكب. بكار، انت بترسم ايه؟ برسم لوحة للسماء يا حسون. امبارح بالليل رسمت السماء بالليل في نص اللوحة، ودلوقتي برسم السماء بالنهار في النص التاني. انت عارف يا بكار، انا نزلت عندي على التابلت برنامج بيجرب السماء ويخليك كأنك ماشي وسط النجوم، ماشي ماشي ولا بيدي ترارا. وريني كده يا حسونة. طب افرض، يعني افرض يا بكار، افرض ان انت عندك مركبة فضائية، هتعمل ايه؟ هاخد اللوحة والالوان واروح اماكن كتير ارسمها. انا بقى لو عندي مركبة فضائية هسافر ادور على الفضائيين الاشرار وحارب فيهم. بابا 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 بابا. ابعد عني يا فضائي يا شرير، ابعد. ومين قالك انهم اشرار يا حسونة؟ مش فضائيين يبقوا اشرار. كل العاب الفضاء اللي عندي بحارب فيها الفضائيين الاشرار. طب ما هو لو كده يبقى الفضائيين دول هيعتبرونا احنا كمان كائنات فضائية مختلفة عنهم، وهيشوفوا اننا اشرار.
بس احنا مش اشرار، ولو هم افتكرونا اشرار يبقوا هم اللي اشرار. على العموم يا حسونة، احنا عمرنا ما شفنا كائنات فضائية عشان نعرف هم اشرار ولا لا. انا بشوفهم في الالعاب اللي على التابلت وفي الافلام، ومتأكد انهم اشرار. يلا كمل انت بقى رسمتك دي، وخلينا نركز في لعبة حرب الفضاء اللي معايا. هي دي الخطة، لو اتحركت بالمركبة الفضائية دي قبل ما النهار يطلع يبقى ساعتها أنا ما خالفتش القانون، لأن وقت الاحتفال ما يبدأ هتبقى المركبة ساعتها برا الكوكب، يعني مش واجب عليها تشارك في الاحتفال. المسافة اللي قطعها مارو هي 200 مليون مليون كيلومتر. أنا عايزة أسافر 500 مليون مليون كيلومتر. لو نجحت في الرحلة دي هبقى أنا الحاكم، وساعتها هريح الناس من ظلم مارو ابن عمي. أنا بعدت جدا. ها إيه ده؟ يا خبر، ثقب أسود. لا صباح الخير يا رشيدة. تعالي نجري شوية جنب النيل، أنا عارف إنك بتحبي تمارين الصباح زي. ها؟ إيه ده؟ يا أبو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكه وصوتها في قلبه بيضوي الف نهار، يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكه وصوتها في قلبه شمس بلادك ودودك بتسمع على حواليك، شمس بلادك ودودك بتبوس يا صغيري ايديك، الكون مفتوح قدامك وبدور جواه احلامك، هات ريشتك هات الوانك وارسم على الارض مكانك، هات ريشتك هات الوانك تعال نعيد يا صغيري، وتعال نعيد من الأول شكل الأشياء ونلون، نرسم أول ما حنرسم، نرسم لما وأصحى، نرسم أول ما حنرسم قمرة وحصان وكتاب،